قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. يا خوتي كامل اهبطوا لتحت خليوا اللايك، يلزم الفيديو هذا يشوفوه كامل الجزائريين، رسالة الجزائريين للأفارقة يلزم توصل يا خوتي، فخلي اللايك لتحت وما تنساوش حاجة في التعليقات ردوا عليهم انتم ثاني، وأيضا يا خوتي في التعليقات افتخروا دائما بجزائريتكم، افتخر بأنك جزائري من الأخر. البارح يا خوتي درت فيديو وين شفنا فيه ردود فعل عنيفة جدا من قبل الجزائريين على الأفارقة، وقلتوا لي يا شرف الدين في التعليقات زيد لنا جزء واحد اخر، حابين نشوفوا الجزائريين كيفاش يبردوا لنا قلوبنا في الافارقه، فلكم ذلك من الاخر يا خوتي، القناه قناتكم، فقط ادعموا الفيديو هذا باللايك باش ينتشر. وهذه هي يا خوتي، نبداو مع الفيديو الاول اللي جزائري يشوفوا اش قال لهم من الاخر. هذا ميساج جمع عليكم تكتبوا الى الافارقه يهددون الجزائر، على بالك باللي الجزائر دوله قويه الشعب تاعها وقف معها، احنا والجيش ايد واحده بتعودوا عارفينها، باه تنحوا الشك من هذا الشيء. ومزح حاجه الزوجه بين لحد ميساج للشباب اللي راكم تكتبوا في التعليقات خليها تهرد، تخليش تهرد، كل بلاد عيبها على رجالها، احنا نوقفوا على بلادنا كما هاك. بابا بابا يا خوتي قالهم كل بلاد عيبها على رجالها، يعني كل بلاد العيب تاعها بسبه رجالها، الجزائر ما فيهاش عيب بسبه رجالها من الاخر. دركا يا خوتي نشوفوا فيديو لقانون من عند واحد جزائري على الافريقيين، شوفوا لي زافريكا القانون تاع اليوم تبعوه، اي حركه تعتبر قسامه قسامه وي تاع الطوموبيلات نحبسوا عند الفيروس بدنا نقاو في السجن وهي ما تقاوش هي تقسخوها ونديروا هنا تجيب الخواطر عندك 5000 ما تهضروش عليها تعاودونا الهضره تحبوا 10000 قسامه وتعتره قسامه شوف في قسامه تضحك معايا قسامه ملخ هذو ما عندكش الحل روح لبلادك حنوني اللي داهم النيف يديهم البلاد وهذا واش كاين ثم ما كاش لا امان بقى عبك بلي هنا شعب مرنك انا سنوي هذه الحاجه تسرق بما تسرق تلمو سخونين بصح وانظر كيف نشوفوا هنا قسامه جابها لهم من الاخر اي واحد فيكم اي حركه منكم تعتبر قسامه وعلى بالكم وش يقصد قسامه يا خوتي اكم على بالكم راهو يقصد الصقله والقدام نزيدو نروحو نشوفو فيديو اخر من عند مغترب جزائري شوفو واش يقولو وي صدقاء البارح سمعت هاد الغنوة هاد الغنوة هاد الغنوة يهضر مع واحد عربي نتاعو انا ولا من المروك ولا شيبو اي قال لها بلي لافريك قال لها ماشي قال لها نتوما عرب قال لها لافريك سي بور لي افريكان سي بور لي غونوا بل لك حالي زعما مشي قال لها نتوما عرب قال لها نتوما دي بيغبيغ جاي المسمى هذا موقف فيها ما قال لها قال لك نتوما تيوانا قال لك لافريك تاعنا سما حنايا تيوانا سما حنا نرجعوا للسعوديه اي صدقاء الراس يطير لالجيري تم قود ما تعرفوا صلاحكم والله ما تعرفوا صلاحكم تاع الصح ما تعرفوش صلاحكم يا الافريقيين غير ما كان لا تخلطوا فينا والله هذه نصيحه من عندي يا تعرف هذيك تاع تاع تشم ريحه البارود من كيما قال لك زبون تشم ريحه البارود من بعيد لالجيري هذوك لي فيديو اللي راهم يدوروا هذوك قدم هذوك قدم تاع 2010 هذيك كملنا معاكم زعما سرحناكم فيه هذيك خرجوا التوالا اش دي تنخلع يطيحوا لكم غير لي جوندارم اجون تاعنا اجون الي ما ولا لي ما ولا لي ما لا اجونو خويا الافريقي اجونو غير ما كان لا تخلط فينا نقولوا لكم من الاخر هاي رسائل الجزائريين هذا الشعب برك فما ادراكم يعني الجيش الوطني الشعبي يا خوتي درك نروح لوحده رد من قبل بليدي نورمالمون من اللهجه تاعو باين بليدي واش نقول لكم احسن رد تشبعوا ضحك على الافريقيين يا خوتي هذوك الحلش اللي راهم حابين يدخلوا للجزائر هذاك شغل تخطيط بين بلي راهم حابين يخطونا حنايا للجزائر ما نجمولهاش كحبوا زعما يستعمرونا بك حالش هذوك لو كان زعما يدخلوا بك فاش راح يردونا هذوك تاع دوك يولي تولي البكري شغل فيهم الرساله هذيك تاع كش واحد فوق النخله حي على الصلاه حي على الصلاه وتشوف واحد قابض بليدي ولا عنبي وهكذا ويقول له اذكر هوبل اذكر هوبل ما تنجموش بصح والله ما تنجموها بابا استغفر الله يا ربي اللهم لا شماتة فيك لو كنت تدخلوا للجزائر يا ربي وغفر لي خاطر العنصريه نتوما راكم تخربوا فينا مليحه العنصريه نبيعوك صاحبي نولي نبيعوك في سوق الدلالك كيما كان يبيعك ابو لهب بكري وقعيتينا تولي ترفدني
نخدم تولي ترفدني نشري الدخان. هذه واحدة يا خوتي تترفدني باش نشري الدخان. تسمى نولي نخدموهم في صوالحنا غير ما كان لها تخلطوا أو يقولوا لكم الجزائرية. نولي بس عمر راح يشيل الخبز ترفدني تدلي هذوك عقذية نكسرك بالضرب. إلك حاب تخسرنا بلدنا مكش كيف عمي. احنا ليزالجيريا احنا قرم احنا خريش فيرسانا احنا ما نركعوش نركع الرب سبحانه بابا. متالي لو كان زعما تغلط وتدخل نخدم بيك صاحبي نخدم بيك نخدم بيك نولي ربعي بربعي بيت تولي تديني نشري الخبز ونترى ونسلخ نضرب فيك نمشي. ما تقولوا عنصرية ما هم يحزنون يا خوتي. هذه هي هذه هي مش غير الإفريقيين اللي ندير لهم كيما هك. أي واحد يجي يحب يدخل الجزائر ولا يحب يتعدى حدوده مع الجزائر راح تكون المعاملة تاعو كيما هكذا. راني نحكي عليكم يا المراركة فهمتوا. ها غير بالكم حتى انتم راكم داخلين في اللعب حتى انتم راكم تنتمون إلى الأفارقة باش ديروا حسابكم. تدخل لينا احنا عندنا جيش مهبول في الحدود تدخل البريطة تاكل تايا تجي حب زعما الجزائر هذي عندكم كاع فيها والله ما تنجموها. بابا كاين شو عمي كاين شنقريحة الجيش اللي راه في الحدود اي لوف يو بكل اللغات وتبون بابا ماكاش تغلط تموت تولدوا 86 خطرة في العام ثم واش راكم حابين الجزائر هذي في العام نولوا اكثر من الشناوة تولد النساء تاعكم يولدوا 9 جناين تجي تعيش عندي كاش كيفاه قالوا افريقيا لك حالش لا وين نروحوا حابين تحت الارض قول لي حابين تحت الارض نعيشوا. الله عنده الحق واش هذه افريقيا للافريقيين واش هذا التمسخير هذا يا اخي حاله يا اخي كيما قالها لهم تبون قال لهم احنا يا لحمنا امر اللي يحب يتعدى الحدود تاعه ويجي من الاخر من الاخر احنا ما نتعاشروش ما نتعاشروش يا الافارقه والله احنا عنصريين قولوا علينا ما نحترموش حقوق الانسان قولوا علينا واش حبيتوا لكن احنا ما نتعاشروش كيما هاك مخدومين هاكم شفتوا بدا اللعب شويه يخشان منا ومنا في تونس والمغرب احنا ما نستناوش حتى يخشان عندنا اللعب احنا ديريكتو مو بدينا في الترحيل تاعهم يا خوتي ديريكتو مو دارك خويا ما نسحقكش هنا عدي في الجزائر دارك وكون يديروا شويه يا خوتي همجيه ولا شويه فوضى عباك الشعب تاعنا مريض اني قد ما نقول لكم مريض والله يا خوتي غير مرض بزاف الشعب تاعنا عنده واحد المشكل هو انه يحب بلاده بزاف يحب بلاده بزاف الشعب تاعنا تسمى لو كان كاش واحد افريقي يبدا يكسر كاش بلاكه برك في الطريق يخلصها غاليه من عند الجزائريين راح يتحولوا لانه احنا يا والله غير عاقلين شعب مسالم شعب قلبه بيض وكاع شكاين والأفارقة دليل على هذا راهم عايشين هنا في الجزائر ويسترزقوا بشكل عادي صدقة صدقة والسلام عليكم لكن لو كان يتعدوا حدودهم الجزائريين راح تشوفوا لهم وجه آخر تماما تماما يا خوتي وتتخلط تتخلط الأفارقة والله وش حنقول لكم غير ما كان له غير ما كان له تعولوا ولا تسيهوا يعني قلت لكم وهم كامل الجزائريين قالوا لكم والمهم تحيا الجزائر دائما وابدا بارطاجيو الفيديو هذا مع كامل اصحابكم خليوا الرساله هذه توصل للافارقه ونتلاقاو في فيديوهات قادمه تحيا الجزائر تحيا الجزائر وتحيا الجزائر وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات سلام.